خويا عبد الله جاز كادر تنكرون ماتش وراهي في الفينال. الزول في الاول الحمد لله كيما شفتوا المباراه كنا معولين باش نتاهلوا هنايا في ملعب 5 جويليه وين نسينا مباراه الذهاب ركزنا على المباراه ديالنا هذه تاع 5 جويليه اللي تسمح لنا باش نجوزوا للنهائي. الحمد لله نهدوا هذا الفوز الكامل لاكابيلي والشعب الجزائري ان شاء الله ان شاء الله مازال نزيدو نفرحوهم. دوك عندنا دو فينال ان شاء الله ان شاء الله لما ولما لن ندوب ان شاء الله هذا العام. عندنا البينالتي شويه بيناتي الحمد لله كنت قادر نسجلها كنت عارف باللي راح نعاون صحابي ونسجلها الحمد لله نادي هذا الفوز هذا والهدف هذا لا فامي ديالي سوياد لا فامي بيرماد ولاد حومتي كاع تاع لا سورس وصغاره والجمهور تاع جياس كابيان سور وي الدنيا زاهيه وي مازال ان شاء الله مازال ان شاء الله مازال نفرحوهم ان شاء الله في لي فينال هذوما ونهدو لهم هذا الفوز ليهم والتاهل هذا الدوزيام نهائي نهدوه لهم ليهم وكاع لاكابيلي تنمية.